السلام عليكم يا باشمهندسين، إن شاء الله هنكمل مع بعض المحاضرة الثالثة في موضوع Design of Reinforced Concrete Simple Beams. نرجع تاني لنفس الكلام اللي احنا قلنا قبل كده، ان احنا عندنا خطوات التصميم او Steps of Design، عندنا 6 خطوات دول. اتكلمنا احنا في المحاضرات اللي فاتت عن بعض الانفورميشن المهمة اللي احنا بنحتاجها في الديزاين بتاع السيمبل بيم، وخصوصا reinforcement details، وعامة المعلومات اللي احنا اتعرضنا لها او التوبكس اللي احنا اتكلمنا عليها دي هنستخدمها في تصميم الكمرات سواء السيمبل او الكانتيليفر او غيرها. الحاجات اتكلمنا على البوند وديفلوبمنت لينث والمومنت اوف ريزيستنس والكرتيلمنت واشتراطات الكود في قص الاسياخ او الكرتيلمنت بتاع التسليح. النهارده بقى ان شاء الله في المحاضرة دي هناخد كل بقى المعلومات اللي احنا اتعلمناها والحاجات اللي اتعلمناها من اول الترم، سواء اللودز او الديزاين اوف سيكشنز، ونحاول ناخد الحاجات دي ونشوف بقى ازاي نطبقها على تصميم كاميرا سيمبل من الاول لحد الاخر، من اول خطوه 1 لحد خطوه 6 لحد ما نطلع في الاخر الريفورسمنت ديتيلز، او اللي هي بتبقى في صوره اللوحه الانشائيه بتاعتنا اللي احنا بنبتدي ننفذ بقى على اساسها الكمرات او في الموقع بتاعنا. طيب اول حاجه او اول خطوه رقم 1 1 ذا ستاتيكال سيستم اند كونكريت دايمنشنز. احنا الاستاتيكال سيستم اوريدي بنشوف السقف بتاعنا كله، بنبتدي نحط الكمرات والأعمدة والبلاطات وكده، فاحنا خلاص اوريدي بنحدد على هذا الأساس الكاميرا بتاعتنا دي سيمبل ولا سيمبل ويز كانتليفر ولا كونتينوس، وشكلها ازاي والكلام ده كله. تاني حاجة بقى هو الكونكريت دايمنشنز. احنا بالنسبة للسيمبل بيم بتاعتنا بيبقى عندنا كاميرا بالمنظر ده، تبقى سبورتد من ناحيتين، ممكن تبقى سبورتد على كولوم أو على كاميرا أخرى. السبان اللي هي بنسميها L، عمق الكاميرا اللي هو ال T، العرض بتاع الكاميرا عندنا ايه بي، وبعدين القطاع بتاع الكاميرا بتاعنا بيبقى حاجة بالمنظر ده، لو في بلاطة موجودة من الناحيتين بيبقى سمك البلاطة بنرمز له بالرمز تي اس زي ما انتوا عارفين. احنا اما بنيجي نصمم الكاميرا ممكن بنفرض التي ده او الثيكنس بتاع الكاميرا بنفرضه عادة الاسبان على 10 عشان يدينا قيمة تقريبية بنبتدي بيها ديزاين، وبعد كده بنشوف القيمة دي بتبقى قيمة ريزونبل عادة في التصميم بتاع الكاميرا. طب احنا ليه بنفرض السبان على 10؟ هو الكود المصري فيه جدول اسمه 4-10 بيحدد النسبة بين السبان و العمق بتاع الكاميرا اللي هو التي. فالجدول ده موجود للبلاطات والكاميرات، الكاميرات الجاسئة هي الكاميرات بتاعتنا اللي احنا بنتعامل معاها. الجدول ده ليه؟ في حاجة احنا بنصمم عليها، احنا قلنا بنصمم الالتيميت ليميت ستيت ده اللي هو بناخد اللودز الالتيميت وكده بنصمم. في حاجة تانية اسمها السيرفيسابيليتي ليميت ستيت اللي هي الشروخ في العناصر بتاعتنا شكلها ايه، الترخيم اللي هو الديفليكشن الكلام ده. فالديفليكشن بيبقى عليه شروط المفروض احنا نحسبه وما يتعداش قيم محدد، بس احنا عشان ما نضطرش نحسبه ونعمل الكلام ده كله الجدول ده بنستخدمه، بناخد منه القيم دي اللي هي نسبه البحر الخالص الى العمق الكلي. لو احنا حققنا النسبه دي خلاص مش محتاجين نحسب الديفليكشن. فبالنسبه لي اي كاميرا مثلا سواء سيمبل او اي نوع بيحصل لها نتيجه الاحمال عليها الديفليكشن ده، فعشان ما نضطرش نحسب وكده ممكن نستخدم الجدول ده على طول. ندخل في الجدول مثلا بالنسبة للكاميرات بسيطة الارتكاز القيمة دي 12. لو احنا خلينا النسبة بين السبان والتي بتاعتي اقل من 12 خلاص الكاميرا دي مش نبقى اوكي، مش محتاجين ان احنا نحسب الديفلكشن. فاحنا عادة بنفرضها سبان ايه على 10. تاني حاجة بالنسبة للبي، البي ده بيبقى عادة بناخده بنفس عرض الحائط بتاعنا عشان ما يبقاش في جزء من الكاميرا بارز كده من الحائط بيضايق كمنظر عام، فعادة بتبقى 120 200 250 او 300 على حسب الظروف بتاعتنا، ممكن اكتر من كده كمان، ودي عادة بتبقى جيفن او بنفرضها اكتر حاجة شائعة اللي هي 250 مللي. تاني خطوة رقم 2 2
calculate the ultimate loss. دي انتوا طبعا خلاص دلوقتي بقيتوا خبرة فيها من بداية الترم، عرفتوا ازاي بنحسب اللود، وعندنا عارفين ان عندنا حاجة اسمها dead load وحاجة اسمها live load، سواء for bending او for shear. ال dead load على الكاميرا بتاعتنا بيجي من ال own weight بتاعها، الحوائط اذا كان فيه، والاحمال اللي جاية من البلاطة. ال live load بيجي بس من احمال البلاطة، وتعلمنا ازاي نحسب الكلام ده كله بالتفصيل. احنا بقى بعد كده عايزين نجيب ال ultimate load اللي جاي على الكاميرا بتاعتي، وقلنا ان احنا بنعمل لود كومباينيشنز بين الديد لود واللايف لود سواء في البندنج او في الشير، عباره عن 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود. لو كان اللايف لود اقل من 0.75 الديد لود ممكن نستخدم 1.5 في الديد لود زائد اللايف لود. فبنحسب مره الالتيميت لود في البندنج اللي هو 1.4 في جي بندنج زائد 1.6 في بي للبندنج، مره ثانيه نحسب الدبليو ultimate للشير اللي هو 1.4 في الجي شير زائد 1.6 في البي او شير او اللايف لود للشير. ثالث خطوة نمبر 3 calculate the straining actions. straining actions اللي هي زي نحسب البندنج مومنت والشيرنج فورس. طبعا دي مسألة structure بسيطة جدا، عندنا ادي السمبل بيم بتاعتنا وادي السنتر لاين بتاع السبورتس بتاعتي. المسافة دي اللي هي السبان بتاعت الكاميرا من center line السبورت ده لcenter line السبورت ده، في حاجة بنسميها الكلير أو كلير سبان اللي هي البحر الخالص بين حدود السبورت بتاعي، دي بتبقى من الادج بتاع السبورت من هنا لحد طرف السبورت من الناحية التانية، يبقى ال دي السبان. الكلير اللي هي البحر الخالص زي ما قلنا بين داخليا بين التو سبورتس. طبعا احنا بنرسم البندنج مومنت دايجرام بتاعنا زي ما اتعلمنا في الاستراكشر، عندنا ادي البوست بندنج مومنت دايجرام، وقلنا ان احنا نتيجه الكونكشن او فيكسيشن ان في شويه فيكسيشن او بارشال فيكسيشن بين الكاميرا والعمود نتيجه الحديد بيدخل، فبيبتدي يتولد نوع من المومنتس هنا، وبالتالي بناخد النيجاتيف بندنج مومنت ده بتاعنا اللي احنا اتفقنا ان احنا بناخده تلت البوست بندنج مومنت بتاعنا اللي هو سوري تلت الماكسيمم بوزيتيف بيندنج مومنت عند نص السبان. الشيرنج فورس طبعا بنقدر نحسبه. هي النقطة بقى ان احنا في الخرسانة عشان نحسب البيندنج مومنت والشيرنج فورس في حاجة اسمها افكتيف سبان، هي دي اللي بنستخدمها في حسابات البيندنج مومنت والشيرنج فورس بتاعتنا. نحسبها ازاي الافكتيف سبان دي؟ بالنسبة للسيمبل بيم هي عبارة عن القيمة الأصغر من ثلاث قيم. اول قيمه هي السنتر لاين تو سنتر لاين اوف سبورت اللي هي ال اللي احنا عارفينها اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. القيمه الثانيه 1.05 ال كلير، احنا قلنا عندنا ال كلير اللي هو البحر الخالص بين التو سبورتس بتاعي اضربها في 1.05. القيمه الثالثه هي ال كلير زائد دي، دي حيث دي هو الدبس بتاع الكاميرا اللي هو المسافه من السطح العلوي لحد ايه السنتر لاين بتاع التسليح بتاعي زي ما انتوا اتعلمتوا. بحسب الثلاث قيم دول واخد القيمه الاصغر منهم، هو ده اللي ايه الافكتيف سبان بتاعتي او ال افكتيف، هي دي بقى اللي استخدمها عشان احسب البندنج مومنت. فلما اجي احسب البندنج مومنت اللي هو الماكسيمم البوزيتيف ده تبقى قيمته دبليو لو دي التيميت الالتيميت بندنج مومنت بتاع البندنج طبعا في ال افكتيف سكويرد على 8، ولما اجي احسب النيجاتيف بندنج مومنت هيبقى برده دبليو في ال effective squared على 24. لما اجي احسب الشير باخد W شير ultimate ال ultimate load for shear في ال effective على 2 سواء هنا او هنا، لان دي كاميرا simple بيجي نص الرياكشن هنا وهنا، فبيجي الشير WL على 2 ناحية دي وWL على 2 ناحية دي. بستخدم بقى ايه في الحالة دي ال L effective اللي هو القيمة الأصغر من التلاتة دول. الخطوة رقم 4 design the critical sections for bending. احنا طبعا عارفين ان الكاميرا بتاعتنا بتتعرض للبندنج والشير، فاحنا بنصمم critical sections for bending وفي critical sections تانية بنصممها للشير. دلوقتي هنتكلم مع بعض على design for bending او flexure زي ما ساعات بنسميه، انما الجزء بتاع الشير ان شاء الله في اخر الترم مع الدكتور هاني هو موضوع التورشن. احنا رسمنا الكاميرا بتاعتنا عليها الـ positive bending moment
الماكسيمم عند السنت عند نص القمرة، والنيجاتيف مينيمم بتاعنا. طب فين الكريتيكال سيكشنز بتاعتنا؟ عندنا أول سيكشن اللي هو سيكشن واحد، ده عند نص السبان بتاعي اللي هو معرض للماكسيمم بوست بيندنج مومنت دبليو ال سكويرد على 8. فالبديهي ان انا بختار الكريتيكال سيكشنز اللي عليها الماكسيمم بيندنج مومنت بتاعي، بختار السيكشنز اللي عليها الماكسيمم بوزيتيف والسيكشنز اللي عليها الماكسيمم نيجاتيف. يبقى تاني سيكشن اللي هو سيكشن ايه رقم 2 اللي عليه الماكسيمم نيجاتيف اللي هو دبليو ال سكويرد على 24. طيب زي ما احنا عارفين ان احنا عندنا انواع مختلفة من السيكشنز، يعني مثلا عندنا 3 اشكال دول. السكشن الاولاني ده اللي هو ما فيش اي بلاطه من ناحيه اليمين ولا من ناحيه الشمال. السكشن ده عندي بلاطه موجوده من ناحيه واحده، هنا عندي البلاطه موجوده من ناحيتين. الجزء اللي فوق ده زي ما انتم عارفين اللي بنسميه الفلانج، واللي تحت بنسميه الوب. القطاعات دي بتقابلني ازاي؟ لو انا عندي بلان بسيط زي ده كده، ادي بلاطه من الناحيه دي وبلاطه من الناحيه دي وكلها محاطه بالكاميرات. طبعا دولت 3 دول سيمبل، وعندي هنا 2 كمرتين كونتينوس تو سبان. اول سيكشن سوري الكاميرات اللي على الايدج دي هي الكاميرات اللي بتبقى شكلها زي شكل ال دوت. طبعا الكاميرا بقى اللي في النص ديت اللي هي عندي هنا بلاطه من الناحيه دي وبلاطه من الناحيه دي، هي اللي بتديني شكل القطاع اللي هو على شكل التي ده. القطاع ده ممكن بيجي في الاسقف لما يكون في جنبي مثلا فراغ او جزء ما فيهوش بلاطه من الناحيتين. تعالوا نشوف الأول ايه سيكشن واحد بتاعنا ده. السيكشن ده بيبقى حاجة بالمنظر ده. احنا هنفترض ان احنا عندنا كاميرا محاطة ببلاطة من الناحيتين، فالقطاع بتاعي بيبقى شكله بالمنظر دوت. ادي البلاطة وادي الارتفاع التي والعرض بي، وبعدين قلنا بنحسب الدي اللي هو الافكتيف الدبس بتاعنا اللي هو عباره عن التي ناقص الكفر، والكفر بناخده 5 سم او 50 مللي بتاعت الاريا ستيل هنا في القطاع ده هتبقى تحت طبعا، لان البيندنج مومنت في البوستيف هو معرض ل التيميت مومنت اللي هو دبليو ال سكويرد على 8 اللي هنسميه ام التيميت 1. طيب القطاع ده احنا قلنا ان هو شكل القطاع شكله تي، انما مش دايما ان احنا بنصممه تي. احنا بنحدد القطاع ده يتصمم تي سيكشن او ريكتانجلر سيكشن على حسب اتجاه البندنج مومنت بتاعي. فانا عندي القطاع ده البندنج مومنت جاي بالمنظر ده اللي هو هنا كده، فالبندنج مومنت جاي من تحت لفوق، وبالتالي الجزء اللي معرض للكمبريشن هو الجزء اللي موجود في الفلانج. يبقى القطاع ده لو سيكشن واحد ده هصممه ان هو ايه تي سيكشن، يبقى ده تي سيكشن. لو كان نفس القطاع ده بس على كاميرا اتش كان هيتصمم برضو بس هيبقى اللي سكشن لو هو المومنت بالمنظر ده. طب تعالوا نشوف القطاع 2. قطاع 2 ده برضو شكل القطاع عندي بالمنظر ده. ادي البلاطه بتاعتي وادي التي والدي والبي. دلوقتي البندنج مومنت بتاعي جاي من فوق لتحت اللي هو ام التيم 2 اللي هو دبليو سكويرد 24. يبقى القطاع ده هصممه ايه؟ القطاع ده الجزء المعرض للكمبريشن هو جزء الويب بتاعي مش الفلانج، وبالتالي القطاع ده بيتصمم ايه ريكتانجلر سيكشن. وطبعا الحديد بيجي فوق في اتجاه الجزء اللي هو معرض للتنشن اللي هو عند ديل السهم بتاعي اللي هو الايه التنشن ده. يبقى ده ازاي بنحدد الكريتيكال سيكشنز بتاعتنا عند الماكسيمم بيندنج مومنت سواء في البوستيف او في النيجاتيف، وبعدين ازاي نصمم بقى نحدد السيكشن بتاعنا هنصممه تي سيكشن ولا rectangular section. فدي أول خطوة في الديزاين. طب احنا دلوقتي حددنا خلاص ال critical sections بتاعتنا، وحددنا هو هنصممه rectangular ولا T أو L على حسب مكان الكاميرا بتاعتي فيه السعر. دلوقتي طيب احنا عارفين ان احنا عشان نصمم ال T section أو ال L sections نحتاج حاجة اسمها ال effective flange width أو B effective، ممكن تكونوا تعرضتوا لها في اثناء الديزاين بتاع السكشن. المهم هي ايه هي الافكتيف فلانج ويدث ديت. دلوقتي احنا عندنا الكاميرا مثلا B1 دي الكاميرا اللي هي محاطه بالبلاطه من الناحيه دي ومن الناحيه دي. الكاميرا دي السبان بتاعتها L وعليها بندنج مومنت بالمنظر ده. لو احنا عايزين نصمم الكريتيكال سكشن اللي هو في عند الماكسيمم بوزيتيف اللي هو في نص السبان ده، قلنا السكشن ده بنصممه تي سكشن. ده الكروس سكشن بتاع لو انا خدت قطاع هنا كده في السقف بتاعي ده كروس سكشن في السقف دوت، وادي الكاميرا
بي 1 بتاعتي اهي، ده برضو القطاع بتاعها. طب احنا قلنا ان السكشن دوت في هو بيتصمم فيه سكشن لان في جزء من البلاطه بيشتغل معايا في مقاومه الكومبريشن مع الكاميرا. طيب الجزء بتاع البلاطه ده هاخده بقى قد ايه؟ انا المسافه قد ايه هشغلها من البلاطه مع الكاميرا بتاعتي، هو ده البي افكتيف او الافكتيف فلانج ريتس اللي احنا عايزين نحسبه. الكود ادانا قيم بنحسب منها بالنسبه للتي سيكشن، بيقول لنا ان بي ده اللي احنا هنستخدمه في الديزاين بتاعنا بتاع التي سيكشن في الحاله دي القيمه الاصغر من ثلاث حاجات، 16 تي اس زائد بي، حيث تي اس ده سمك البلاطه وبي هو عرض الكاميرا، او ال2 على 5 زائد بي، بي عرض الكاميرا زي ما قلنا، ال2 ده في حاله السيمبل بيم هو السبان بتاعها، بس هو المسافه بين نقطتي الانقلاب بالنسبه للكاميرات، فده هيبان اكتر في الكاميرات الكونتينيوس او اللي فيها كونتينيوتي. بالنسبه للسيمبل بام هو بالنسبه للسيمبل بيم هو ال على 5 زائد بي، او ثالث حاجه اللي هو سنتر لاين تو سنتر لاين. ايه سنتر لاين تو سنتر لاين؟ سنتر لاين البلاطه اللي على يمين الكاميرا بتاعتي للبلاطه اللي على شمال الكاميرا بتاعتي اللي هي المسافه دي. احسب الثلاث قيم دول واخد القيمه الاصغر منهم، يبقى هو ده البي اللي انا هصمم عليه في حاله التي سكشن. نفس الكلام بالنسبه لبي 2، بس بي 2 دي اج بي، وبالتالي كروس سكشن بتاعي حاجه بالمنظر ده، يبقى الكاميرا دي لو انا عايز برضو اصمم السكشن اللي في النص ده، السكشن ده هتصمم ال سكشن اللي هو عند الماكسيمم ايه بوسيبل. القطاع بتاع بي 2 ده برضو عايز اشوف قد ايه البي اللي انا هاخدها في الديزاين بتاعي، الافكتيف فلانج ويز قيمتها كام. برضو نفس الكلام في ثلاث قيم بنحسب منهم اكوردنج للكود بتاعنا، ان البي تكون الاصغر من 6 بقى تي اس زائد بي، حيث تي اس برضو سمك البلاطه وبي عرض الكاميرا، ال على 10 زائد بي، او السنتر لاين تو ايدج. سنتر لاين تو ايدج يعني الادي الايدج بتاع الكاميرا بتاعتي لحد السنتر لاين بتاع البلاطه المجاوره ليها. يبقى انا الخطوه الثانيه ان انا هحتاج احسب ايه قيمه البي، سواء للتي سيكشن الثلاث قيم دول واخد الاصغر منهم، او ال سيكشن باخد الاصغر من الثلاث قيم دول. دلوقتي هنبتدي نعمل بقى للديزاين للسكشنز. بالنسبه للسكشن واحد اتفقنا ان هو تي سكشن، للتي سكشن بندخل في السي 1 جي كيرف، احنا فرضنا التي فنقدر نحسب الدي اللي هي تي ناقص 50، نحسب السي 1 ندخل في الكيرف نعمل الاول تشيك على السي على الدي بين المينيمم والماكسيمم، وبعد كده ندخل نجيب قيمه الجي. لما نجيب قيمه الجي بنقدر نحسب الاريا تي. بعد ما نحسب الاريا تي بنعمل تشيك على الاريا تي المينيمم، زي ما احنا عارفين هي الاصغر من 0.225 روت اف سي يو على اف ييلد في بي في دي، او 1.3 اريا تي، شرط طبعا ان القيمه دي تكون اكبر من 1.1 اف ييلد على البي في دي. بعد ما ناخد القيمه الاصغر من الاثنين دول لازم نعمل تشيك ان هي برضو دي ما تقلش عن 0.25% بي اف دي للمايلد ستيل، او 0.15% بي اف دي للهاي جريد ستيل. احنا طبعا في الكاميرات بنشتغل مني هاي جريد ستيل، فاحنا غالبا هنقارن بالقيمه اللي هي 0.15% من البي في الدي. بعد ما حسبنا الاريا ستيل وعملنا تشيك على الاريا ستيل مينيمم، بندخل في الجدول اللي فيه اقطار التسليح مع المساحات بتاعه حديد التسليح، ونشوف احنا هنختار حديد قد ايه بالظبط اللي هو الاريا ستيل اللي تشوزن. فمثلا ممكن تطلع 4×22، 5×18، ايا كان بقى على حسب القيمه اللي هي هتبقى اقرب حاجه للي احنا عايزينها. بعد ما نختار التسليح بنحسب بقى الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضره اللي فاتت. الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس عباره عن اريا ستيل تشوزن على اريا ستيل ريكوايرد مضروب في المومنت اللي جاي على القطاع. فانا عندي القطاع ده عليه ام التيميت 1 اللي هو دبليو ال سكويرد على 8، هاخد القيمه دي اضربها في مساحه الحديد اللي احنا هنحطه فعليا في القطاع على المساحه اللي احنا عايزينها، نحسب الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس بتاع سيكشن 1، هو ده القيمه اللي القطاع بتاعي يقدر ايه فعليا يشيلها. بالنسبه للسيكشن 2، السكشن ده قلنا ان هو ريكتانجلر سكشن، وبالتالي هنستخدم احنا ممكن نستخدم السي جي مع الريكتانجلر، بس الافضل ان احنا نستخدم الار 1 اوميجا كيرف
لان احنا ممكن نضطر ان احنا نحط دبل انفورسد سكشن او كده، بيبقى ده اسهل في الاستخدام. فانا عندي ال R1، احنا عارفين طبعا ال ultimate moment وعارفين ال D، نقدر نحسب R1، بندخل في الكيرف نجيب قيمة الاوميجا، الاوميجا منها بنقدر نحسب الاريا ستيل، ونفس الكلام بنعمل تشيك على الاريا ستيل مينيمم، وبعد كده نختار التسليح بتاعي، وبعدين ندخل نحسب برضو الـ ultimate moment of resistance لقطاع بقى اللي هو 2، اللي هو عبارة عن area steel chosen يعني area steel required في m ultimate 2 اللي هي WL squared على 24. سادس خطوة بقى هي reinforcement details، أو إن إحنا إزاي نعمل reinforcement details ونرسم التسليح بتاع الكاميرا بتاعي. طبعا نمبر 6 اللي هو ديزاين فور شير قلنا مش هنعمله دلوقتي، هيبقى في اخر الترم ان شاء الله. طب اول حاجه في الريفورسمنت ديتيلز، ان احنا اتفقنا ان احنا بنرسم الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس، احنا حسبنا الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس للقطاعات اللي احنا صممناها، فبعد كده بنبتدي بقى نرسم الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس على اساس، وعلى اساسه بنبتدي نحدد الكورتيرمنت بتاع التسليح، قص حديد التسليح وازاي هنحطه ونوقف فين ونمشي فين والكلام ده كله. أول حاجة بنرسم الكاميرا بتاعتنا بسكيل، ولما بنرسم الكاميرا السكيل الأفقي والسكيل الرأسي لازم يبقوا زي بعض، ما ينفعش نعمل سكيل أفقي غير السكيل الرأسي في القطاع بتاع الكاميرا بتاعتي، سواء القطاع الطولي أو القطاعات العرضية اللي احنا هنتكلم عليها بعد شوية. أدي الإسبان بتاعي L، الارتفاع اللي هو T، وأدي السنتر لاين بتاعت السبورت. يبقى انا اول حاجه رسمت الكاميرا بتاعتي اهي الكونكريت لاي اوت بتاعها وكونكريت دايمنشنز. بعد كده ابتدي ارسم البندنج مومنت، يبقى عندي الديتم بتاعي او الخط الريفرنس بتاعي، وبعد كده برسم البندنج مومنت. الاول برسم البوست بندنج مومنت دبليو ال سكويرد على 8، وبرسم طبعا الكلام ده بسكيل، السكيل ده مش مرتبط بسكيل الكاميرا نفسها بس لازم ارسمه بسكيل عشان بعد كده اقدر استخدمه في التسليح او في تفاصيل في تحديد اطوال الاسياخ بتاعتي. بعد ما ارسم البوست بيندنج مومنت برسم النيجاتيف بيندنج مومنت، هي عباره عن بارابولا موازيه للبارابولا بتاعتي بس بارتفاع التلت اللي هو دبليو ال سكويرد على 24. بعد كده اتفقنا ان احنا بنعمل شيفت للبيندنج مومنت دايجرام بتاعنا، فبعمل شيفت للبوست بيندنج مومنت دايجرام من الناحيه دي ومن الناحيه دي، وبعمل برضو شيفت للنيجاتيف بيندنج مومنت دايجرام. قيمه الشيفت دي اتفقنا ان هي 0.3 دي على كل النقط بتاعه الكيرفات بتاعتي. بعد ما اعمل الشيفت بعد كده بوقع المومنت اوف ريزيستنس اللي احنا حسبناه برضو بنفس السكيل بقى اللي انا رسمت فيه البيندنج مومنت دايجرام، بوقع المومنت اوف ريزيستنس بتاع السكشن الماكسيمم بتاع البوست بتاع الكريتيكال سكشن هو سكشن 1، وبعد كده بوقع بتاع سكشن 2. وبعد كده قلنا بنقسمهم على حسب عدد اسياخ التسليح اللي احنا مستخدمينها، ونشوف احنا هنمشي قد ايه ونوقف قد ايه، وعلى هذا الاساس بنرسم الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس. ده الشكل النهائي بالنسبه لي البوزيتيف بيتنج مومنت الالتيميت مومنت ريزيستنس بتاعه. احنا كان عندنا بفرض 5 اسياخ، قلنا هنمشي 3 وهنوقف 2، فبنقسم المسافه دي 5 مسافات، بناخد الثلاثه الاولانيين اللي هم بيبقوا شايلين الجزء ده من البيندنج مومنت، وبعد كده الاثنين التانيين هم بيبقوا شايلين الجزء ده. وقلنا طبعا ان احنا القص بتاع الاسياخ او الكرتلمنت ده بيوفر كتير في الحديد، لان احنا شلنا الجزء ده وشلنا الجزء ده، احنا في العادي كنا حاطين لو احنا كنا ماشيين الاسياخ بعرض بطول الكاميرا كلها كان هيبقى في ويست كبير، لان الجزء ده احنا عندنا البندنج مومنت قل، بينما احنا هنكون حاطين فيه حديد بيشيل المومنت ده كله. فاحنا لما بنقسم بقى الاسياخ بتاعتنا بحيث نستفيد منها افضل استفادة، احنا عايزين هنا في النص عند الماكسيمم بيندنج مومنت هو ده اللي عايزين فيه اكتر او عدد الاسياخ بالكامل اللي هو عنده المومنت والريزيستنس بتاعي، انما لما ابعد يمين وشمال فانا مش محتاج كل المومنت ده، وبالتالي بقدر اقص الاسياخ واشيلها او احط اسياخ تشيل الجزء ده فقط اللي هو كافي يغطي البيندنج مومنت بتاعي. بعد ما رسمته للبوزيتيف بيندنج مومنت
برسم برضو ليه النيجاتيف بيندنج مومنت. قلنا في الحاله دي ممكن ما نضطرش، ما نحتاجش ان احنا نقسم الاسياخ، لان هو المومنت بيبقى بسيط واطوال اسياخ مش كبيره في الحاله دي. طيب احنا دلوقتي رسمنا الادي ده، هو ده خلاص كده الالتيميت مومنت ريزيستنس للجزء البوزيتيف وللجزء النيجاتيف. قلنا النقطه دي والنقطه دي اللي هي ثيوريتيكال كات اوف بوينت، اللي هي لو انا عايز اوقف الحديد ثيوريتيكالي المفروض السيخ بتاعي، السيخ اللي هيكمل هياخد المومنت، هياخد الجزء ده كله. انما الاسياخ السيخين اللي احنا هنقصهم محتاجينهم بين النقطه دي وبين النقطة دي ثيوريتيكال، انما احنا فعليا مش بنمدهم اكتر من كده زي ما قلنا وزي ما هنشوف في السلايد اللي جاي. بالنسبة للنيجاتيف بيندنج مومنت برضو احنا محتاجين اسياخ لحد النقطة دي اللي هي بنسميها بوينت اوف انفليكشن او نقطة الانقلاب، اللي هو الكيرف بتاعي لو كان كمل كان هيقلب من النيجاتيف للبوزيتيف. فاحنا هي دي اخر نقطة احنا عايزينها عليها، المفروض نوقف عندها الاسياخ النيجاتيف، لكن احنا برضو ايه بنمد بعدها زي ما اتكلمنا وهنشوف في السلايد اللي جاي. بعد ما رسمنا الالتيميت مومنت اوف ريزيستنس بعد كده محتاجين نحسب الديفلوبمنت لينث او طول التماسك، وقلنا في طريقتين. الطريقة الأولانية اللي هي باستخدام المعادلة ديت اللي هي ألفا وبيتا وإيتا مضروبة في F يلد على جاما S على 4 F بي ألتيميت مضروبة في 5. وقلنا في طريقة تاني اللي هي باستخدام طريقة يعني simplified باستخدام جدول 4-9 في الكود المصري، إن إحنا بنجيب فاكتور من الجدول ده نضربه في الفاي، بس لازم ناخد تأثير إيتا، وقلنا إيتا ده بياخد تأثير مكان السيخ بتاعنا هل هو سفلي ولا علوي وعلى حسب ارتفاع الخرسانة تحتي. وعلى هذا الأساس إحنا بنحسب ال دي للتوب reinforcement وال دي للبوتوم reinforcement عشان تأثير الإيتا بتاعتنا. طبعا احنا بنشتغل في الكمرات قلنا هاي جريد ستيل ديفورمد، فبنقارن بعد كده قلنا في مينيمم لازم ال ال دي ما يقلش عنه اللي هو 40 فاي او 300 ملي. لو كان مايلد، لو كان بلين او حديد املس بيبقى فيه قيم مختلفه، انما احنا بالنسبه للكمرات بتاعتنا احنا شو هنشتغل طبعا ديفورمد بارز هاي جريد للحديد التسليح بتاعها. بعد الديفلوبمنت لينس في حاجه تاني بنحتاجها، ده بنحتاجه طبعا عشان نحدد منه اطوال الحديد واحنا بنعمل القص او بنعمل الكرتلمنت. برضو في حاجه تانية قلنا في اشتراطات في الكود بتطبق تانية اللي هي بخصوص طول الرباط او ال A. ال A ده قيمته اللي هي الاكبر من 0.7 دي او 10 فاي، ده بنحطه بعد النقطه اللي احنا مش محتاجين فيها السيخ بتاعنا، بعد نقطة اللي هو خلاص زيرو مش عايزين بعدها. بالنسبة للنيجاتيف قلنا في شرط زيادة لل LA ان هو على الأقل تلت الحديد النيجاتيف لازم يتمد بعد نقطة الانقلاب اللي احنا اتكلمنا عليها، والقيمة في الحالة دي بتبقى 0.7 دي او 10 فاي او L على 20. آخر حاجة في الحسابات اللي بنعملها للreinforcement details هو check of steel curtailment. قلنا ده check بنعمله على عند المناطق اللي احنا بنوقف فيها الحديد التسليح بتاعتنا. احنا المفروض ما نوقفش الأسياخ بتاعتنا في منطقة الشد، انما احنا بنوقفها عشان طبعا نوفر، وبيبقى على اساس المومنت اوف ريزيستنس وحسابات ال LD. انما لو احنا وقفناها طبعا ما نوقفش في الماكسيمم بين المومنت، بنوقف بعيد عنه. انما ولو وقفناها لازم نعمل تشيك ان احنا بنزود كنات عند المنطقه اللي وقفنا فيها الاسياخ. مساحه الكنات دي بتبقى اريا ستيل بيساوي 0.4 بي في اس على اف يلد. المساحه دي هي مجموع مساحه فرعين الكنه بتاعتي، الكنه بتبقى حاجه بالمنظر ده وده بنسميه قفل الكنه. فالاريا بتاعت السيخ ده هو سيخ واحد طبعا، يعني الاريا بتاعت القطاع ده والقطاع ده هي بتساوي اريا ستيل. فبحسب القيمة دي عشان أختار قطر الكيان اللي أنا هستخدمه، بحطها على مسافة 0.75D. السبيسنج بين الكيانات دي المفروض يكون أقل من أو يساوي دي على 8 بيتا، حيث دي طبعاً دبس الكاميرا وبيتا هي نسبة الحديد اللي إحنا وقفناه وقصناه للحديد الكلي لمساحة الحديد الكلي في القطاع. يعني إحنا مثلاً عندنا الكاميرا بتاعتنا اللي كان فيها 5.22 إحنا كنا موقفين سيخين، فالبيتا هتساوي 2 على 5 اللي هي 0.4.
يبقى في الحالة دي الاس لو قلنا دي مثلا 650 على 8 في 0.4 يعني 203، يعني الاس بتاعتي ما تقلش عن 203. اطبق الكلام ده ازاي؟ انا عندي ادي الكاميرا بتاعتي اهو، ما هي الكاميرا بيبقى فيها اساسا كانات بتكون محسوبة عادة من الشير، او حتى لو مش محتاجين تسليح للشير لازم نحط كانات المينيم. فلو افترضنا ان احنا عندنا مثلا الكانات دي كل في كانات كل 200 ملي، واحنا حسبنا السبيسنج بتاعنا طلع ان احنا عايزين نزود كانات في المنطقه دي اللي هي 0.75 دي عند نهايه السيخ، من نهايه السيخ بتاعنا امشي كده 0.75 دي محتاجين نزود كانات السبيسنج منها 200 ما يقلش عن سوري ما يزيدش عن 200 ملي. فانا عندي اوريدي العادي هو 200، وانا هحط اسياخ تاني برضو زياده او كانات سوري كانات تاني زياده مسافه بينها 200، يبقى السبيسنج في المنطقه دي هيبقى 100 مللي. يبقى انا محتاج اركز هنا كانات، لان انا هضيف ديت على ديت، فهيبقى عندي كانات هنا السبيسنج بينهم 100 مللي. هو ده ازاي احط الكانات بتاعه التشيك على الستيل كرتين.